أحسن الله إليكم. يقول: صلى رجل إماما مع مجموعة في البيت الحرام، وكان الرجال والنساء يسيرون بين الإمام وسترته، فماذا عليه؟ لا حرج عليهم، لأن المسجد الحرام يزدحم به الناس ولا يمكن منع الناس من المرور، فيجوز أن يمروا ولا يؤثر ذلك على صلاة المصلي، لا الإمام ولا غيره. الحمد لله. لرفع الحرج عن هذه الأمة. أحسن الله إليكم.